يقول السائل: أتيت من الرياض للاعتكاف وتركت زوجتي وأطفالي الصغار عند صديق لي قد طلق زوجته، ولكن لديه بنت قد بلغت منذ 2 عامين، فهل وجودها في بيت هذا الصديق يعتبر طريقة غير شرعية؟ أنت أخطأت في كونك تجي للعمرة وتضيع أولادك. أولادك ألزم عليك، ولو بقيت مع أولادك في بيتك كان هذا هو الواجب عليك. أما أنك تأتي لسنة وتترك رعيتك وأولادك، هذا خطأ. نعم.